بتكلم في موضوع أنا قلت رأيي فيه في بوست وقامت علي القيامة على أي مبدأ وتحت أي طائلة، ما أدري الناس شلون قاعد تفكر، وهو موضوع أصالة مع طليقها طارق العريان وحبيبته الجديدة نيكول سعفان. أنا كنت واضحة، أنت ليه من الحين قاعد تحبينه مو قادرة إنك تعيشين من غيره؟ رفعي على التليفون قولي له أنا أبيك وخلنا نرجع، وأنا شارية وكلنا نغلط وأنت غلط وأنا غلط وطلعتك قدام العالم إن أنت خاين، فيك 99 عيب فخلص. لكن مو هو الحب ما في حكاية والله أنا متكبر أنا ما أبي، خلاص الحياة ما تمشي، لازم الشخص يتنازل للآخر، ما رح تخسر، خل تنزل من برجها العالي لمتى؟ إذا خلص أنا نفسي أعرف الحين هو بعد ما ظهر مع نيكول سعفان حبيبتي الجديدة الله يهنيهم ويسعدهم، الناس سبوها وسبوه كله عشان أصالة حطت البوست مال الصورة مالتهم وقالت هذه أصعب صورة مرأت علي بحياتي. يعني أصالة نعم أنت متطلقة صار لك سنة وأنت اللي سعيتي للطلاق وأنت اللي جبرتيه والمحامي مالك طلع وقال أن أنت اللي كنت تبين تطلقين، يعني الرجال ما كان يبي يطلقك، فخلاص انت خلاص روح شوفي حياتك، هو من حقه يشوف حياته، هو اليوم اذا تو صاير يعني وثيقه الطلاق طالعه حوالي ما صار لها 10 ايام، خلاص انت عارفه نفسك ان تحصيل حاصل، ريال مطلقك من سنه وبس الاشياء الاوراق وهالدنيا، خلاص اوكي مهم ان انت تدرين انت مطلقه من سنه، استلمتي ورقه الله يسعدك ان شاء الله تلاقين ولد الحلال اللي تروحين تكملين معاه بالحياه. وثاني شيء يعني ايش فيكم الريال اكل سب هو مع البنيه وهو ما سوى شيء محرم، ما هي على ذمته مطلقها من حقه يشوف حياته، يعني شنو يعني منو يعني منو هو اللي وقف يعني منو هي اللي وقف حياته، خلاص يعني الرجال ما راح يحب. وليش اصاله لما تزوجته ما كانت تعرف انه هو متزوج ثنتين قبلها ام ابنه وانجي علام وهي الثالثه اوكي، وهو لما تزوجها كان يدري انه قبل في ايمن الذهبي وفي عيال منه، فخلاص هو صار عزوبي من حقه انه يشوف حياته، والبنيه حلوه اللي يحط لي صورها اللي يحط لي صور البنت نيكول سعفان صورها قبل والله شوفوها قبل التجميل وما شو زين، واصاله قبل التجميل وقبل ما ياخذها ايمن الذهبي وبعد ما اخذها ايمن الذهبي شلون كانت؟ انسان يتغير يتطور يكون سمين ويضعف، انسان يسوي ايش في التجميل؟ التجميل كل الناس قاعد تسوي، مو مشاهير قاعد يسوون تجميل اكثر من المشاهير، روحوا شوفوا صوركم انتم اللي قاعدين يقولون والله روح شوفي صور البنيه قبل ما حطوا صوركم انتم قبل 10 سنين، ورونا قبل التجميل ولا بعد التعديل وهالسوالف، ريال من حقه يشوف حياته ما كفر من حقه، هو اليوم عزوبي من حقه انه يتزوج اخرى يحب اخرى، من الحين مو عارف العلاقه وين راح تروح، بس هو من يحب حقه ولا يعني، فريال ما كفر، واللي يكتب لي ايه لا ما راح يحصل مثل صوت اصاله، بابا هو متزوج مره مو داش حفله، إذا اشتاق حق صوت أصالة أغانيها موجودة باليوتيوب ويقدر يدش لها حفلة مو صعبة أوكي، فحق شنو؟ أنتوا بأي حقية يعني تحكمون على الريال وتسبونه؟ الريال انسب الطريقة أتوقع بسبة الناس اللي سبوه أوكي، أعتقد كره أصالة ورب الكعبة أعتقد كذي، لأن أنا إذا أحب بني آدم على الأقل مفروض إيه تطلع تقول رجاء لا تشتمونه، انا مجروحه بس لا حد يشتمه، هذا ابو اولادي اوكي، لانه هم خلاص مره ما صار زوجها بس هو اخر يوم في الدنيا راح يكون ابو عيالها جايب منها عيال، خلاص العشره خلصت، يعني شو المشكله؟ يعني اصاله لو باكر تفكر انه تتزوج هو بيسوي مشكله؟ ما راح يسوي مشكله.